السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب التحدي جفار، بس يا رب ما تقاطعنيش يا رب وانا بتكلم. يا صباح الخير، مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده تحدي جامد جدا، 24 قطعه دجاج. طبعا احنا بنتحدى كنتاكي لان التحدي ده جبار. بنتحدى طبعا ام زياد اختي، طبعا كلكم شفتوها معانا في التحدي، هي اللي عملت لنا التنتين. ربنا يوسع. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك. طبعا انا هي كل واحد 8 قطع، فانا طبعا وانا بسلم عليكم كده عشان ما ناخدش وقت. ماشي يا جماعه، شجعوا حسن وحسن بطل. ما تنسوش طبعا اللايك اشتراك. ايه تاني؟ ايه ما تحطيش هنا ايه تاني نقص؟ كومنتات بقى كده. احنا كده ده 5 4 5 اكل. لا اصبر يا انت عندك يا ابني كده. ماشي كده تقرمش كده. ماشي شدي بقى يا ابني كده. حاسب معلش معلش مصلحة واحدة خارج البركة. لا هات استنى اجيب واحدة من اللي بره. ماشي هات واحدة. أهلاً بتعيش طبعا كده بقى كل واحد معاه 8 8 عقاب شنيع. ايه حسن انت جاي تفهم؟ واحد بس اللي هيخسر واثنين هيكسبوا. انا مستنى عايز ادخل على التحدي. قول لهم دوسوا لايك اعمل اي نمرة. حبايبنا من غلط لايك من غير ما يقولوا الفيديو دوت هيوصل ل 10000 لايك بالله ان شاء الله. عايزين اكتر من 10000. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب يلا بسم الله. طبعا بنبارك لمحمود اخويا الكبير قناه محمود وسحر، اللي مش عارفها يخش يبص عليها. بنبارك له بوصله ال 100، عقبال يا رب المليون، وعقبالنا ما جيش حوارات كده وصلنا 100 برضه. وانتوا قد ده. انتوا بداتوا وانا بتكلم؟ دي سمينة ابو زياد، طعم تحفه والله. لا بجد حلو. من زي كنتاكي بس طعم حلو. ما نقولش انه يغلب كنتاكي بس طعم حلو. احلى من كنتاكي. يكفي يا جماعه ان ام زياد اختي اللي عاملاه. طلع عامل ازاي؟ انت لحقت؟ ما انت اللي فاكرني ساكت ليه؟ طلع عامل ازاي؟ مش طالع عامل ازاي ليه؟ متقرمش. جميل. سامعين القرمشة؟ وعاملاها حار. حاجة بخ. طالع عامل ازاي؟ احلى تحية لهند حسن، هي الاعلان على التحدي ده. ما عارفين اي حد حابب يدخل تحدي بيكلمنا على الانستجرام على الاكونت بتاعي محمد اندرسكول جابر اندرسكول حمو. خشوا اعملوا له فولو وما تعملوش بحاجه. مصيطك اهو. عايزين ما نتكلمش كتير عشان الفيديو هيطول. طب
شايفين طالعه عامله ازاي؟ رايحة فين؟ هتتعقد كمان شوية. كان صعب على فكرة. صعب جدا كمان. بجد يا جماعه انا بعتذر وسامحوني. انا مكمل بس بقى مش وقتك. مبقتش عارف اكملها حفظوه. أنا من جمهور ملك. طبعا المفروض دلوقتي محمود بتاع قناة محمود وسحر يجيب لنا هدية دلوقتي بقى عشان نوصل للمية. يا بخته بقى يوصل المية يجيب لنا هدايا بقى. عايز هدية ايه؟ أنا عاوز طقم يكون كاجوال كده واحنا بندبشه. اه في دماغي طقم كده عامل حوالي 1000 جنيه تقريبا. ابعتهولي يعني. انت عايز ايه؟ انا عايز ايفون اكس ماكس. النيو؟ اه الجديد. وانا عايز ايفون اكس ماكس. نيو جديد. هتعزمنا على ايه النهارده يا يحيى؟ هتعزمنا على ايه؟ أفهم محمد ممكن بينساه في وقت عادي. من شكلها هنساه فيها. منساه. بس برضه الواحد حاسس إن هو خلاص بقى مطمن. طبعا. أرعبك؟ اتنين هيخسروا. ايه
بس المذاكره هتنفع في انتاج. والله العظيم طعمه حلو جدا. مش شايفين انا ناقص اكل الطبق فاضي. طعمه بكتشر جميل. انا اللي مأخرني في ان انا بستطعم. حابب الطعم حابب اتلذذ كده. اتلذذ وهخليك تتلذذ دلوقتي. سلام بقى لما الكاتشب كده يا لهوي حاجه استرمايه. دول تبع التحدي طعمهم جميل قوي على فكره. انا خايف اقول لك ان انا تبع التحدي تاكلني معايا. اتنين هيخسروا؟ يعني انا حاسس انك خسرنا؟ ها اضحكوا معايا اكتبوا لي في الكومنتات كده حطوا لي المشاهد بتضحك. دي تبع التحدي كله. شايف دي؟ بقلمشها، بص هتعمل صوت ازاي؟ هعمل دي زيها. هتدردشني؟ سيبونا سيليلينا. تنزل سيليلينا دي صح ما خلصش. المركز الأول، المركز الثاني، المركز التاسع والعشرين، فاضل له ثلاثة لسه، طب خمسة فاشل. عادي مجهودي. استنوني. كان دليل الاعجاب طبعا محمد بطل وحسن بطل. لا محمد بس اللي بطل. عايز اقول حاجه، احنا الجمله حركنا ده جنينه. انزل يا مجروم قول الجمله بتاعتك. قمنا حركنا ده جنينه بعد الاكله الدسمه. يلا جو تاهم. انا قاعد ده واول مره بقى هنبهدل يعني زي الشارع اول مره قاعدين ساعه لحد ما يصوروا ويطلعوا لي. انا كنت بموت بقى. اقول لهم على العقاب، فكره العقاب قول لهم على العقاب. فكره العقاب النهارده يحيى هيلبس كوتشي في رجله ده طبيعي، اللي مش طبيعي ان يحيى هيلبس كوتشي في ايديه. اصبر ما تتخيل هيلبس كوتشي في ايديه وهيمشي على الارض كده زي الجلد. انا هو مش يحيى مين؟ احنا مكتفين وانا واحنا انا محمد احنا مكتفين عشان هينا ما فيش الكلام ده. خلينا العبونا في الشارع. انت عامل مشكلة يعني. ما انت خليك نعمل بتاع بتاع انت بقى تعمل بتاع. طب ايه؟ احنا مين هتتفرج علينا ايه بقى يا عم؟ اللي ما شافش العقاب يا عم ننفذ العقاب ونرجع لكم. اللي ما شافش البتاع يخش يشوفها البتاع التانية. القناة التانية ما تنسوش لايك، تعملوا سبسكرايب كمان تفعلوا الجرس وكمان تعملوا لقناة الانستجرام. احنا بنرجع تاني نقفل الفيديو ولا هنقفل الفيديو بالعقاب ولا نرجع تاني نقفل؟ لا نرجع تاني نقفل. هنرجع تاني نقفل. ماشي يلا يا معلم ادخل. الله ينور يا خراشي، حط الكوتشي بقى في ايدك. يلا يا معلم كده. بص بص يا يحيى، هتروح لحد الشجرة اللي هناك دي وهترجع تاني، بس بشرط لو لقيتك وقفت في السكة هتعيد من الأول. يا خراش عليك يا خراش. أيوة بقى. يا خراش. الله اكبر الله اكبر. غزال يعني مش هي دي الشجره اللي هناك؟ انا قلت اللي عند العمود. ارجع تاني اللي عند العمود. ارجع. لا يلا ارجع ارجع. لا ما ينفعنيش العقاب ده، انا قلت لحد العمود. يلا معلش. يلا ده انا ملبسك كوتشي في رجلك اهو وكل حاجه 100 100. عقاب. يلا يلا يا عم كمل. ايه ماشي
احلى رش ميه يا الموضوع دخلوا في موضوع تاني خالص، العقاب اتغير. طب قول لي ان ده احلى عكاوي. ده احلى عكاوي. وعجبك؟ وعجبني. بص خد يحيى خد راي الحاجه في العقاب بتاع النهارده. اخر حاجه، طب ايه رايك في العقاب بتاع النهارده؟ ان انا لسه عامل انا مش قادر اعمل كده. بص حاجه للذكرى، حاجه للذكرى بقى يا حبيب علي. ايه رايك في العقاب ده يا حاج؟ لا بس انت لا انت اوعى تصورني انا. لا مش هصور. البلد كلها عارفه انا معروفه طبعا من احسن الناس. ربنا يخليك بجد. بس والله هي بتجيلي على طول. هوريك البطاقه. هي لسه ما جاتش. لا من غير بطاقه. انت عايز تروح لحد الميدان؟ هي محترمه. انا والله عايزه اركب عربيه اصلا. العربيه بتوصلني. ايه اصل الناس بتعملوا ايه؟ اتبسطت من اللي احنا بنعمله ده. انت عارفه يحيى اصلا. لا معلش معلش بجد موقف محرج جدا بجد. يعني حتى انا اصلا لما لقيته خد الخرطوم منها انا بقيت في حاله ذهول. و احنا مش متفقين في العقاب على كده. هو كده ايه؟ فبعد كده فهمت ان هو بيجاملها. هي عارفاه اصلا. هي عارفه الكرام كده وطلعت عارفه ايه هي اصلا. بتستحلف لنا بسرك ولا هو بيعمل ايه؟ مش عارف. وهنكون بنحاول. يا رب يكون عجبكم المقلب. مقلب ايه يا عم؟ يا رب يكون عجبكم العقاب. فهو بصراحه ينفع المقلب. يا رب يكون عجبكم التحدي ويا رب يكون عجبكم العقاب. وما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب وحاجات كتير كده اقعدوا تعملوها. واكتبوا لنا برضه عقابات زي كده. مش عقابات جامده يا جماعه. احنا مش عايزين هزار، مش عايزين عقابات اي كلام. عايزين عقابات بشعه. عايزين نوصل كام مشترك؟ احنا عايزين نوصل 100,000 في المشترك. انا نفسي في علامه الصح. عايز علامه صح. هنقدر عليه. سلام. صح. 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 صح.